السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيب الله في قناتكم مدونة حبيب. لمعلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو نتكلم على التحديث الجديد لدارته اليوتيوب، زيادة الارباح على القنوات. دوك نشوفوا هذا التحديث الجديد، وكذلك هذا التحديث زيادة الارباح، وكذلك زيادة إعلانات قبل التشغيل وبعد التشغيل وأثناء التشغيل، وكذلك الوسط الفيديو كذلك يطلع إعلان. معنى ذلك لازم يطلع إعلان في جميع الفيديوهات خاصة بك. ذلك نعطيكم سبيل مثال، أنا عندي قناة تاعي فيها 15,000 متابع. هذه 15,000 متابع إلى درت أنا فيديو، إذا كان فيديو طويل مدة تاعو 20 دقيقة أو 10 دقائق أو 8 دقائق، هنا إعلان يطلع في بداية فيديو وفي نهاية فيديو ولا وسط الفيديو، مهم إعلان يطلع. إذا كان فيديو قصير مدة تاعو 7 دقائق ولا المدة تاعو 5 دقائق، إعلان يطلع تلقائيا، أنت ما تقدرش ديرلو إعلان، إعلان يطلع تلقائيا. دوك نعطيك سبيل المثال، دوك نختارو فيديو تاع نقولو حنايا تاع 4 دقائق. شو معي مليح باش تفهم مليح. كيما هذا الفيديو خاوتي ما نقدرش نديرو حنايا إعلان، إعلان يطلع تلقائيا. شوف روح تحقق الربح، شوفوا هنا خاوتي، هنا شوفوا معي مليح. فيديوهات التي تجاوز مدتها 8 دقائق، معناها لازم يكون فيديو فيه 8 دقائق، تحت 8 دقائق ما تقدرش دير اعلان تلقائيا، عفوا يدويا. هنايا الفيديو هذا تاع 4 دقائق هو اليوتيوب هو يدير له اعلان تلقائي. دوك نروحوا الى فيديو اخر، مثال فيديو هذا فيه 9 دقائق، نروحوا تحقق الربح. هنايا خاوتي يعطي لك ملاحظة او يعطي لك استخدام اعلانات. كما ذكر هنا في هذا الفيديو اعطانا وضع اعلان، مرجع وضع اعلان. دوك نكليك على هذه يا خاوتي، هنا تقدر تدير اعلانات. كما هذا دركا انا داير اعلانات، شوفوا معي مليح، ها هذا هو الفيديو نديرو اعلانات تقدر تربح منه. سبيل المثال شوفوا معي مليح باش يكون فيديو واضح. كاين واحد فيديو خاوتي ماشي دير له اعلان، هذا فيديو شوفو معايا مليح فيه 12 دقيقة، روح تحقق الربح. شوفو معايا مليح، هنايا اما عاطينا نديرو فيه اعلانات، هما دايرين اعلانات، اعلان هذايا اعلان هذايا. دوك انايا نخلي هذا الاعلان كيما اعلانات، الارباح ديني ناقصه بزاف بزاف بزاف. معنا واش ندير؟ لازمني ندير اعلانات كل دقيقه او كل ثانيه بهذه الطريقه خاوتي، باش يزيدوني ارباح وكذلك تزيدني مشاهدات. هذه خاصه بالاعلانات فقط تاع الارباح، باش الفيديو يجيب لي اكبر الارباح. شوف بهذه الطريقه، شوف بهذه الطريقة خاوتي باش يكون فيديو واضح بهذه الطريقة. شوفو معايا مليح، ما يديش وقت خاوتي، كاع ما يديش الوقت، 5 دقائق يا ربي تكمل. بهذه الطريقة هنايا مهم تدير اعلان وخلاص بهذه الطريقة، مش شرط مع بعضاهم ولا، مهم يكون اعلان 5 6 10 20. تم ذا بيدي من 50 حتى 100 ولا مليح 50 100 وبعد على بعضهم. شوف بهذه الطريقة، خاوتي نعطيكم نصيحة باش دير اعلانات، هنا دائما هنايا كثر اعلانات في بداية الفيديو. هنايا كان بعض الاحيان الى ما درتش اعلان هنايا راه اعلان ما يطلعش، بل في نهاية فيديو او وسط انت ديرها هنا كيما ندير انا. شوفوا معايا دائما انا ندير هنا دائما.
شتو خاوتي بهذه الطريقة نكملوا إعلانات. إذا هنا إعلان هنايا باش ديتك الأرباح. إذا ما درتش كيما خاوتي راه الإعلان والله يا خاوتي الأرباح ما تزيدش الأرباح. وماذا بكم كل يوم حط فيديو، كل يوم كل يوم حط فيديو، في النهار حط زوز فيديوهات ولا تمهم حط يوميا يومين فيديو باش تزيد لك الأرباح وتطلع القناة وكذلك يزيدوا المشتركين. دائما حط إعلانات بهذه الطريقة باش تزيد لك الأرباح بهذه الطريقة خاوتي. شوفوا معي مليح، هذا هي التحديث الجديد، التحديث اللي دارته اليوتيوب تاع 2023. هذا هو التحديث، معناه الإعلان يطلع في أي وقت وحسب المناطق خاوتي. الإعلان حسب المناطق وحسب الجغرافيا. مثال الأرباح نتاع إعلانات ما همش نتاع الجزائر كما نقولوا حنا يا خاوتي أوروبا وأمريكا، والو كل إعلان وكيفاه نسبة النقارات وحسب الإعلانات ظهور. إيه ما هيش يروح وتفرج إعلان، لا. مثال نعطيك سبيل مثال، أنت يا عندك 50,000 إعلانات، بلك أنت إعلان ظهر لك في فيديو تاعك زو خطرات وثلاث خطرات، شتو مشكلة خاوتي؟ أنت وش تدير؟ دائما دي إعلانات. بلك في 50,000 مشاهدة بلك يطلع لك إعلان ولا زول، أنت وش تدير؟ أنت ماذا بك إعلانات دائما. هذه الطريقة باش تزيد الأرباح في آخر الشهر، شوف شحال جيبك الأرباح وردي خبر بهذه الطريقة. هذا تحديث جديد اللي دارته اليوتيوب. خاطي بهذه الطريقة نجي نكمل. هنايا ومن بعد نزيد هنايا هايا مهم أدمر وخلاص أدمر. مهم دخل سواردة ما تخسر لا المحتوى لا ولا مهم تقولي دا القناة تاكل دخلك دراهم يا ترى أدمر أدمر وخلاص أدمر ودي متابعة ودي تاب. هنا يا خاوتي تكون نقرأ ولا ملاحظة، شو معي مليح. هنا يا استخدام أشكال إعلانات تلقائية في فيديو خاوتي تتبع معايا مليح في هذه الملاحظة اللي دارتها اليوتيوب. قال لك يمكن استخدام أشكال إعلانات تلقائية في فيديو. موضوع ظهور إعلانات، إعلانات ما قبل التشغيل، إعلانات أثناء التشغيل، وكذلك إعلانات ما بعد التشغيل. نوع إعلانات، إعلانات غير قابلة تخطي، إعلانات قابلة تخطي، إعلانات نوع إعلانات، إعلانات غير قابلة تخطي، إعلانات قابلة تخطي، إعلانات صوتية أو صورية. هذا هو التحديث الجديد لدارتو اليوتيوب. عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.